هاي بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب كلكم تبقوا بخير وعلى خير دايما. للي اول مره تشوفني انا دوتي فاضل ودي قناتي. بليز ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتتك على زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد ان شاء الله انا هعمله. بليز ما تنسوش اللايك. النهارده بيتكلم عن يا بنات الكريم بتاع نيتروجينا هايدرو بوست الجديد. طبعا هو نازل من فتره بس انا ما كنتش عملت عنه ريفيو، بس انا جربته اكتر من شهرين ثلاثه. اول حاجه للناس اللي بتحب تعرف مكتوب ايه على العلبه من بره، عشان الموضوع ده ما كانش بيفرق معايا، بس في ناس طلبت مني ان انا اقرا المكتوب كله. هو مكتوب عليه هايدرو بوست جيلي كريم للبشره الجافه، خالي من العطور، يعزز البشره ويمنحها نعومه ونضاره طول اليوم. نظام الترطيب التدريجي المستمر، تم اختباره من قبل اطباء الجلد. تمام، دي الحاجات المكتوبه عليه. طبعا تركيبته، من التركيب المهمه فيه اللي هو لقيت فيه الحمض الهيالورونيك. حمض الهيالورونيك ده هنتكلم عن فوائده في الاول. اول حاجه بيعزز البشره وبيرطبها، بيحمي البشره من اشعه الشمس اللي هي اليو في اي واليو في بي، كمان بيديكي ملمس كده ناعم، بيملى الفراغات بتاعه البشره، بيعمل على تحسين صحه البشره الناس اللي بتعاني من تقدم العمر، وكمان بيحمي البشره من الفطريات والبكتيريا. كل ده الحمض الهيالورونيك بيعمله. طيب هنتكلم بقى عن الكريم نفسه. الكريم نفسه يا بنات اهو، تمام، ده من جوه. طبعا انا قربت اخلصه من كتر ما هو حلو وعجبني جدا. انا بستخدمه. اول حاجه قبل ما اتكلم عن استخدامه، عايزه اكلمكم عن هو ملمسه ايه. ملمسه يا بنات هو جيل مائي. بصوا جيل مائي كده كده، مفيش اي اثر بيمتص في كلمه. دي اول حاجه هتحبه جدا بتوع البشره الدهنيه. بتوع البشره الدهنيه والمختلطه يحبوه جدا، لان هو ما بيسيبش اي كفرج على البشره، ولا بيعمل ستيكي ولا الكلام الفارغ ده، فهو حلو جدا للبشره الدهنيه. طيب بيعمل ايه بقى؟ بيرطب البشره، بيملى الفراغات، بيخلي البشره كده نضاره فعلا. عارفه لما تحسي ان انت بشرتك شربت ميه؟ هو بالظبط كده. الناس اللي بتعاني من سوء التغذيه، وكمان من اللي بتعاني من الخطوط الطوليه اللي هي خطوط التعبير، وكمان بتعاني من جفاف بشرتها وعدم نضارتها، الكريم ده بجد تحفه تحفه تحفه. طيب انا بستخدمه كمان قبل الفاونديشن. الناس برضو اللي بتعاني من الفاونديشن على طول بيغير او بيعمل خطوط، استخدمي ده قبل الفاونديشن. ده زي البرايمر كده، بيبقى ناعم جدا، بيمش البشره بتمتصه بسرعه جدا جدا جدا. مسافه ما بتحطيه انت ما بتلحقيش تعملي اي حاجه، وتلاقي بشرتك فعلا امتصته من كتر ما هو خفيف جدا على بشرتك. تمام، عايز اقولك ان انا لقيت في الهايبر ماركت ان كل العلب زي بعض من جوه. يعني مكتوب من بره للبشره الحساسه، مكتوب للبشره الدهنيه، مكتوب للبشره المختلطه، بس انا لما فتحت كل العلب نفس كده من جوه. مش عارفه حد لاحظ الموضوع ده ولا لا. يعني انا حسيت كمان لما جبته مكتوب عليه للبشره الجافه، حسيت ان انا اتلخبطت، بس لقيت ان كلهم زي بعض. عموما هو عمل معايا نتيجه حلوه جدا، وتجربتي معاه هايله هايله بمعنى الكلمه. وهل هكرر ولا لا؟ طبعا هكرره، ما اقدرش اعيش من غيره. انا دايما بستخدمه كبرايمر قبل الفاونديشن، عشان الفاونديشن لا بيغير ولا بيخطط، ما شاء الله والدنيا بتبقى تمام جدا معايا. ممكن تستخدميه قبل ما تحطي صن بلوك وانت خارجه، تمام، برده هيخلي الصن بلوك مفروض على بشرتك، والبشره هتمتصه بسهوله جدا وهتستفادي. طب حاجه مهمه جدا قبل ما انسى، بتوع البشره الجافه هم هيعانوا من عدم الترطيب قوي، لان هو خفيف جدا زي ما انا قلت، مش بيعمل كفرج على البشره، البشره تمتص بسرعه، فده هايل قوي للبشره الدهنيه والبشره المختلطه. تمام، ده كل الريفيو اللي انا كنت عايزه اكلمكم عنه. وبليز لو الفيديو عجبنا ما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير كتير كتير. اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني قريب. باي باي.